بسم الله الرحمن الرحيم. 51 اللي راح تتحدث عن الكويستشنز، الحالة الثانية بالاستفهام بالسؤال باستخدام أداة السؤال do you know، وزائدا السؤال أداة السؤال where أو wh question بشكل عام. إذن هنا راح يكون عندنا صيغتي استفهام في جملة واحدة تفيد لفكرة واحدة. زين. Oh, he asked me where. طبعا احنا عندنا reported speech. So هو راح يشرح اول شيء عن معلومات عامة عن الكويستشن، وبعدين يربطها بمن؟ يربطها بالreported speech. Do you know where؟ لاحظ هنا هاي ال do you know هي question one، والwhere هي question two. في نهاية طبعا اكو جملة فاعل زائد فعل زائد تكملة، هذا طبعا نهايته بعلامة استفهام. I don't know why. Could you tell me what? And so on. اذا هو ايش جاي يشرح هسه؟ جاي يشرح لي عن صيغة السؤال شوية جديدة اللي هي الكويستشن 1 زائد كويستشن 2 زائد السنتنس اللي هي الجملة. زين. إذا خلينا question 1 و question 2 شرح يصير تغيير بالسنتنس، وإذا خلينا فقط question 2 شرح يصير تغيير. هاي كلها راح ندرسها هسه بدرسنا لهذا اليوم. زين، نشوف هذا المثال. We say، نحن نقول where has Tom gone، أين ذهب توم. لاحظ الترتيب هنا ال WH question اللي هي ال توم. زين، ويجينا auxiliary، بعد auxiliary subject، بعد subject يجينا main verb، وأخيرا علامة الاستفهام. فيكون إذا أريد يسوي فت قاعدة أو structure، يكون أول شيء WH question زائدا auxiliary زائدا subject زائدا verb زائدا question mark. زين، هذا التركيب يبقى نفسه إذا أضفنا سؤال صيغة سؤال أخرى لنفس الاستفهام، لا تتغير. شنو التغيير اللي يصير بيه؟ Do you know، هنا يعتبر question 1. Do you know where، هذا question 2، Tom has gone. كانت has Tom gone، هسه لا Tom has gone. إذن إيش صار عندي؟ صار عندي تقديم وتأخير بين الأوكزيلري وبين السبجكت. في حالة شنو؟ في حالة كان عندي question 1 و question 2. طبعا هنا ملاحظة، هو دائما يشرح لنا بين قوسين يقول not، ليس. Do you know where has Tom gone؟ يعني ما نخلي التركيب نفسيته، لا يقول صير تقديم وتأخير بال subject وبين الأوكزيلري. زين، when the question، عندما يكون السؤال، هذا السؤال اللي هو where has Tom gone is part، هو جزء of a longer sentence، هو جزء من جملة مطولة اللي هي مثلا أنا خلي يكون جملتي المطولة مثلا do you know اللي هي question 1 أو I don't know أو can you tell me أو إلى آخره. إيش راح يصير عندنا؟ يقول لما يكون عندنا الجملة مالتنا جزء من جملة طويلة، the word order changes، ترتيب الكلمات، تسلسل الكلمات يتغير. لاحظ هنا changes، شو استخدم عندنا؟ استخدم الزمن المضارع البسيط للتعبير عن حالة علمية. لاحظوا شنو التغيير اللي يصير؟ ارجع واقول هو تغيير الاوكسيلري عن السبجكت. where has Tom gone يصير where Tom has gone. طيب مثال آخر، what time is it، ما هو الوقت؟ هذا سؤال عن الوقت. زين، هسه هاي جملتنا استفهامية كاملة بها أداة سؤال اللي هي الوقت، وبها subject وبها auxiliary وبها object وبها question mark. زين، أريد أخلي هاي الجملة مالتي أخليها بجملة مطولة هم بها استفهام ثاني يسمونه، شو يصير؟ do you know، هل تعرف؟ What time is it؟ ما هو الوقت؟ إذن اللي question one اللي هو do you، do you know، هذا question one. الوات هي اللي question two.
time it is هذا عندنا اللي هي الكومبلمنت اللي هي التكملة تتكون من العفو اللي يتكون من subject و auxiliary. بدال ما نقول what time is it صار what time it is زائدا علامة استفهام. زين where are those people sorry who are those people من هؤلاء الناس. لاحظوا هنا هاي صيغة استفهام معروفة اللي هو تستخدم للسؤال عن الشخص العاقل. شو يكون الجواب؟ I don't know. ها طبعا في حالة الجواب I don't know أنا لا أعرف. Who those people are من هؤلاء الناس. إذن هنا are those people بالجواب those people are هاي في حالة الإجابة عن السؤال. Where can I find Louis أين أستطيع أن أجد لويس. Can you tell me where I can find Louis؟ شوف هنا ال can وال I صار هنا I can وهنا can I هنا بالي question أصبحت واضحة الفكرة. زين طبعا هذا ال auxiliary وال subject يمشي على جميع الأزمنة التغيير به مو فقط على هاي ال الأزمنة اللي حليتها الآن. زين مثلا هساعدكم how much will it cost كم سوف تكلفنا future will it. زين نخليها جزء من جملة طويلة استفهامية. Do you know any idea or do you have any idea هل لديك أي فكرة how much it will cost وليس will it cost. زين هاي إذا كانت عندنا أدوات الأوكزيلاريز اللي هي الإز والآر والآم والكان والكود والود والشود والويل. زين بس هسه هناش عندنا الادوات الفعل المساعد مثلا دو والداز والديد بالكويشنز. شنو التغيير اللي يصير؟ طبعا يقول هنا بي كيرفول كن حذرا انتبه. اذا كان عندنا داز شو تغير بالجمله اذا نسوي جمله مطوله. اذا عندنا دو شو تغير بالجمله واذا عندنا ديد شو تغير بالجمله. زين على سبيل المثال فقط للتذكير what time does the film start ما هو الوقت الذي سوف يبدأ به الفيلم أو سيبدأ به الفيلم بالبريزنت. هنا لاحظنا هنا وجود does. زين هاي ال does إذا كانت جزء من جملة مطولة يعني بها question 1 و question 2 ايش راح يصير؟ do you know هذا الكويستشن 1 what اللي هو الكويستشن 2 time the film starts حذفنا الداز وش خلينا؟ خلينا اس الشخص الثالث للفعل وخلينا علامة استفهام. اذا الداز تنحذف يضاف اس الشخص الثالث للفعل. زين what time do you sorry what do you mean ماذا تقصد؟ لاحظوا هنا هذه جملتنا واضحة عندنا الدو هنا وليس الداز. ايش راح يصير؟ طبعا هنا دو يو. زين بليز اكسبلين رجاء وضح او اشرح وات يو مين. الدو شنو؟ الدو حذفناها مباشرة يو مين وخلينا الفعل مجرد لأن هنا present simple. زين why did she leave early why did she طبعا هنا ليش قد يسأل واحد يقول الساد ليش هنا مجرد لأنه هنا عندنا ال did خذت ال ed بعد ماكو داعي أضيف ed أو أحولها الماضي يصير left. زين ال did هنا راح يصير أثرها بالجملة I wonder هنا question 1 why question 2 she left early أنا أتساءل لماذا هي غادرت مبكرا. إذن هنا left إذن حولنا من ال leave إلى ال left. زين use if or whether استخدم if or whether where there is no other question word what or why. هنا لما نكون هنا تذكرون إحنا ب لما خذينا مقدمة عامة عن المنقول كلام منقول
إيش خلينا بالquestion إنه إذا كانت عندنا الجملة تنقسم إلى نوعين، إذا كان تبدأ بأداة استفهام أو تبدأ بفعل مساعد. أداة استفهام واضح الجواب هسه، إذا كان فعل مساعد شو يكون الجواب؟ مثلا did anybody see you، هل رآك أي أحد؟ did. زين do you know if anybody saw you، هل تعرف إذا رآك أحد؟ هنا ما دام عندنا الدو ما عندنا what to أو الـ WH question، فيكون هنا شنو؟ هنا نخلي if مباشرة بعد الجملة أو الصيغة الاستفهامية الأولى، أو بدال الإف خلي whether. Do you know whether anybody see you saw you sorry حسب هنا طبعا هو مخيرنا يا أما الإف أو الوذر. زين هسا نجي للreported questions، هنا يصير الربط. He asked me where، هنا هاي العبارة هو المهمة، he asked me أو subject asked me. زين the same changes، نفس التغييرات in word order في ترتيب الكلمات happen، تحصل in reported questions في الكلام المنقول. compare هنا قارن. زين طبعا هنا مطيني جملتين، كل واحدة من عندهم بالدايركت والريبورت. الدايركت يعني مباشر، يعني جملة السؤال الأصلية. الريبورتد لما نحولها إلى كلام منقول، زين فهو طبيعي يعطينا جملة دايركت ويقول لي بين قوسين خليها ريبورتد كويستشن أو ريبورتد كومنت أو ريبورتد ستيتمنت حسب، أو ريبورتد سبيتش إن جنرال. بس هو هنا بما أنه جاي يحكي عن الكويستشن طلاب، فهو حصريا جاي يريد من عندنا جواب بالكويستشن. زين طبعا هو صح جواب بس هو بالكويستشن حقيقته. The police officer، ضابط الشرطة، said، قال، to us، لنا، قال لنا، where are you going، إلى أين أنت ذاهب؟ إذن هاي جملتي اللي هي الريبورتد اللي هي المنقولة. بس هنا شنو المنقول؟ المنقول لا statement ولا request ولا comment، هنا الريبورتد هو question. شلون عرفنا؟ تبدي بأداة سؤال وتنتهي بـ question mark، هاي دايركت. زين اذا اريد احولها للريبورتد حسب القواعد تذكرون، the police officer asked us، طلب منا، where we were going sorry where we were going، اين ذهبنا. لاحظوا هنا اذا بجملتنا الاولى هنا شنو؟ present continuous مضارع مستمر، هاي بالدايركت. بالريبورت ايش حولناها؟ حولناها الى ماضي مستمر past continuous. زين خلينا نشوف هاي جملتنا اللي هي ب ال present simple. Claire said، قالت Claire، what time do the banks close؟ اذا هذا عندنا reported question. ليش question what و question mark؟ والالتنس اللي هو الزمن اللي هو البريزنت سمبل. زين خش اذا انا عندي بريزنت سمبل شي تحول بالريبورتد كويستشن، طبعا حتى بالريبورتد ستيتمنت حتى بالريبورتد ريكوست حتى بالريبورتد كومنت يتحول الى من بريزنت سمبل الى باست سمبل، فيصير هنا الريبورتد. Claire wanted to know what time the banks closed. لاحظوا هنا. طيب. In reported speech، في الكلام المنقول، the verb usually changes to the past. في الكلام المنقول الفعل غالبا يتغير إلى الباست. طبعا أنا حكيت لكم التحويلات مع الأزمنة، طلاب حفظوها التحويلات. زين هو حاجة ملاحظة. Where or close هو يحكي عن هذا المثال اللي هسه شرحنا. See unit 47 اللي شرحت لكم بشكل مفصل. Study these examples، ادرس هذه الأمثلة. You had an interview for a job، لديك مقابلة لعمل أو وظيفة.
And these were some of the questions the interviewer asked you. وهذه بعض الأسئلة التي سألك إياها الشخص اللي قابلك يعني. طبعا هنا شو نسوي؟ هو مطيني مجموعة أسئلة، لاحظوا هذه كلها أسئلة تبدي بأوكسيلري، تبدي بأداة سؤال. وهنا شو سوى؟ هنا هاي الأسئلة كلها حولها إلى ريبورتد، كلها حولها إلى ريبورتد. فخلنا نشوف شو إنه مثلا أول سؤال: Are you willing to travel؟ هل أنت عازم على السفر؟ لاحظوا هنا عندنا بدأت صيغة السؤال بـ auxiliary وانتهت هنا عندنا بـ question. زين أحولها إلمن: Later you will tell a friend what the interviewer asked you. لاحقا سوف تخبر صديقك ماذا سألك الشخص الذي قابلك. You use reported speech. هنا شو راح تستخدم؟ راح تستخدم الريبورتد سبيتش. ليش استخدمنا الريبورتد سبيتش؟ لان نقلنا الاسئله اللي سالنا اياها الانترفيور صديقنا، فمن ننقلها راح نغير بعض الامور بها. فمثلا عندنا هاي الجمله بريزنت كونتينوس مضارع مستمر، بالريبورتد سبيتش المضارع المستمر شو يتحول؟ يتحول الى ماضي مستمر. Are you willing to travel؟ هل انت عازم على السفر؟ She asked، هي سألت. If، إذا، أقدر أقول whether بخلي بين قوسين. I was willing to travel، هل أنا عازم على السفر؟ طبعا هاي عندنا الجمل كلها عبارة عن جمل تتحدث عن أزمة معينة ونحولها إلمن بالreported speech حسب زمنها. زين، وأنا مطيكم قاعدة مفصلة عن هذا الموضوع.